لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من أسماء الله الحسنى اسمه عز وجل الودود. اسم الودود ورد في القرآن مرتين، قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام: وادعوا قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود، سبحانه وتعالى. والودود صيغة مبالغة على وزن فعول، ودود على وزن فعول صيغة مبالغة، وهي إما وهي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يعني ودود واد، فهو سبحانه وتعالى عز وجل واد عباده الصالحين، يعني يحبهم سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يحب عباده الصالحين. ومفعول أي مودود، أي محبوب، يحبه عباده الصالحون. إذن هو يحب عباده وعباده يحبونه، كما قال عز وجل يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى. يقول الودود مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة. الود معناه لغة المحبة الخالصة، فالودود هو المحب المحبوب كما ذكرنا، فاعل ومفعول، بمعنى واد اسم فاعل ومودود. يبقى اسم فاعل واسم مفعول. فهو الواد لأنبيائي وملائكتي وعبادي المؤمنين، وهو المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. وهذا هو الفرض والواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة لكل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا لها. ومحبة الله هي روح الأعمال، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته،
فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة. يعني الله عز وجل وفق العبد لمحبة ربه سبحانه وتعالى، ثم العبد أيضا التوفيق من الله سبحانه يأخذ بأسباب المحبة حتى يصل إلى أن يحبه الله، فيصل إلى المحبوبية بعد المحبة، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشأن أن يحبك الله، هذا هو الشأن، لأن الجميع يدعي محبة الله، أما الشأن العظيم الكبير أن يحبك الله. ولذلك العبد يأخذ بالأسباب التي توصله إلى هذه الدرجة، أسباب محبة الله عز وجل للعبد، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وكثرة ذكره وإلف ذلك، وتلاوة القرآن بالتدبر وحضور القلب، وتقلب القلب في رياض أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتعبد لله عز وجل بذلك، ذكر نعمه سبحانه، فإن المحبة على حافة المنن، الخلوة به وقت النزول الإلهي، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. عليكم السلام. دلالة الخلق عليه سبحانه، فمن يحب الله عز وجل يحب من الناس أن يحبوه وأن يعبدوه سبحانه وتعالى ويطيعوه، فينشغل بدلالة الخلق عليه ويحبب الناس فيه، فهذا شأن المحب، أن يحبب الناس في الله وأن يحبب الله إلى الناس. فهذه أسباب يدخل منها المحبون إلى المحبة، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، يجعل الله عز وجل له محبة في قلوب الخلق، ويجعل الله عز وجل له قبولا، لأن من أحب الله أحبه كل شيء. ومن خاف الله خافه كل شيء. إذن المدار على أن يحب الله عز وجل عبده، وهذا ما ينشغل به المحبون ليلهم ونهارهم، يتسببون بالأسباب
التي ينالون بها محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فهي آية المحنة، فاتبعوني يحببكم الله. لذلك مقتضى محبة الله سبحانه وتعالى أن العبد يأتمر بأمر مولاه وينتهي بنهيه. هذه المحبة، المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وليست زعما ولا ادعاء وإنما حقيقة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول: إذ منه السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منها المعاوضة. سبحان الله، لأن الفضل منه عز وجل، يعني تحب الله وتتسبب إليه بأسباب المحبة يحبك، هل هذه معاوضة؟ لا، إنما السبب والمسبب منه. فالفضل والإحسان عز وجل منه، فمن فضله سبحانه وفق عبده لأن يحبه، فلما أحبه العبد وفقه لمحبة أعلى وهي محبته سبحانه وتعالى له. إذن الفضل منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين، للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعله وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالات تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعات وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه سبحانه. فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله على محبة صار من أصفيائه المخلصين. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي أعظم المطالب، الإكثار من ذكره والثناء عليه، يعني الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبنعمه وكذا بصفاته سبحانه وتعالى، وكثرة الإنابة إليه وقوة التوكل عليه والتقرب إليه بالفرائض والنوافل وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الخطابي رحمه الله: وقد يكون معناه، معنى اسم الودود، أن يوددهم إلى خلقه، أن يوددهم يعني أن يحببهم إلى خلقه، فتجد الناس يحبونهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
الودود المتودد إلى أوليائه بالمغفرة، على أنها اسم فاعل. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. جعل المحبة في قلوبهم، أي الفضل منه، هو الذي وفقهم لذلك، وجازاهم بحب ثاني. ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الشاكر والشكور. أما اسم الشاكر فقد ورد في القرآن مرتين. قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وأما اسم الشكور فقد ورد في القرآن 4 مرات، من ذلك قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، سبحانه وتعالى، والله شكور حليم. قال الخطابي: الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب ويعطي الجزيل من النعمة. وكذا قال البيهقي: إذن الشكور هو الذي يشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل، سبحانه وتعالى. يقول: ومن أسمائه تعالى الشاكر الشكور الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه، الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وذلك من شكره لعباده. فبعينه ما يتحمل المتحملون لأجله سبحانه، ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن ترك شيئا لأجله عوضه خيرا منه. وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل هذا ليس حقا واجبا عليه، كما تقول المعتزلة قبحهم الله، وكل هذا ليس حقا واجبا عليه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه جودا منه وكرما، وليس سبحانه فوق من يوجب عليه شيئا. من هذا الذي يوجب عليه شيئا؟ قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الأمر هذا طلب على جهة الاستعلاء، طلب على جهة الاستعلاء، فمن هذا الذي فوق الله سبحانه وتعالى حتى يوجب عليه شيئا؟ سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع ولا عقاب العاصي، بل الثواب محض فضله وإحسانه، والعقاب محض عدله وحكمته، ولكنه سبحانه هو الذي أوجب على نفسه ما يشاء فيصير واجبا عليه بمقتضى وعده. هو الذي وعد سبحانه وتعالى يصير واجبا عليه، والذي أوجب على نفسه ذلك، فوعده عز وجل حق وصدق، سبحانه لا يخلف وعده. قال تعالى: كتب ربكم، إذن هو الذي كتب وأوجب، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من يعصي الله فهو جاهل، كل من يعصي الله فهو جاهل، أي لحظة وقوعه في الذنب هو يعلم أنه حرام ويقع في الذنب، فساعة وقوعه في الذنب هو جاهل بعظمة الله سبحانه وتعالى، لذلك وقع في الذنب. ثم تاب من بعده وأصلح، تاب من بعد الذنب وأصلح في التوبة، فأنه غفور رحيم سبحانه. وكما قال سبحانه: وكان حقا علينا، حق أوجبه الله على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أوجب الله على نفسه أن ينصر عباده المؤمنين. ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد حق واجب على الله، وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه، ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة. هذه شروط قبول العمل، أن يكون فيه إخلاص، وأن يكون فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال. فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضلا منه وكرما، وإن نعمهم فبفضله وإحسانه، وإن عذبهم فبعدله وحكمته، وهو المحمود على جميع ذلك سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن العمل في الدنيا سبب لدخول الجنة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله عز وجل سعيهم شكرا عظيما سبحانه وتعالى، فيثيبهم على ذلك بالجنة. إذن العمل ليس سببا لدخول الجنة في الآخرة، إنما يدخلون الجنة برحمة الله وبفضل منه سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن في باء سببية وفي باء عوض. الباء السببية هذه في الإيه؟ في الدنيا، بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية. إذن لن يدخل أحد الجنة ولن يرضى الله عنه إلا إذا عمل، آمن وعمل صالحا. يوم القيامة ليس العمل سام في دخول الجنة وحده، وليس هذا عوضا، الجنة عوضا عن عمله، إنما هذا بفضل الله وبرحمته وإحسانه سبحانه وتعالى عز وجل.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه ذلك سبحانه، ووعده حق، وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. ومن التعبد لله سبحانه باسمه الشكور ألا يحتقر العبد القليل من المعروف. سبحان الله، لا تحتقر القليل من المعروف، لأن هذا يشكره الله. لا تحتقر القليل من المعروف، لأن الله عز وجل شكور يشكره. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا. شيئا نكر هنا في سياق النهي يفيد العموم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني شوف، من المعروف أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، هذا لا تحتقرنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وقعت في يمين الرحمن فيربيها لعبده حتى تكون مثل الجبل. انظر، تمرة من كسب طيب يتصدق بها العبد، الله عز وجل يربيها وينميها لعبده حتى تصير مثل الجبل. إذن من التعبد لله باسمه الشكور ألا نحقر شيئا من المعروف، لأن الله عز وجل شكور يشكره، ولا يضيع سبحانه وتعالى أجر من أحسن عمله. كذلك شكره عز وجل واجب على كل مكلف. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله، اشكروا واشكروا نعمة الله. والشكر هذا يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب اعترافا أن النعمة من الله، وباللسان تحدثا أن ما هو فيه من الله، وبالجوارح استخدام النعمة في طاعة الله. استخدم ما أعطاك الله في نعم، في طاعة الله. أعطاك الله عز وجل صحة وقوة، استخدمها في طاعة الله. أبل جسدك في طاعة الله، هذا الجسد يبلى. سبحان الله، مع السن هذا الجسد يبلى ويضعف، فلينظر العبد في أي شيء أبلاه، وسيسأل يوم القيامة عن إيه؟ عن جسده فيما أبلاه. وإن آتاك الله علما كذلك، وإن آتاك الله مالا كذلك، ما آتاك الله من نعمة فاشكر الله عز وجل بجوارحك باستخدامها في طاعة الله سبحانه. ومن أسمائه عز وجل السيد الصمد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. لما قال له الرجل: وسيدنا وابن سيدنا، فقال: السيد هو الله سبحانه وتعالى. والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والرئيس والزوج، وألفي سيدها لدى الباب، يعني زوجها. وكذا السيد هو متحمل أذى قومه. سبحان الله،
يعني لا يتحمل أذى الأقربين إلا السيد الذي كمل في الذي لا نقول كمل في، لأن هذا وصف ربنا سبحانه وتعالى، لكن له سؤدد، له السيادة وله مكانة وعنده الصبر والحلم. لذلك إذا تحمل أذى قومه يقال له السيد، والله عز وجل هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم. فالسؤدد كله حقيقة لله، والخلق كلهم عبيده، وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد، المخصوصة بالأفراد الإنسانية. فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف. الله تعالى السيد الذي له السيادة على خلقه، له السيادة على خلقه، يعني هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يشرع لخلقه ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا أن يتبع ما أنزله الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا. وإذا حكم العبد بين الناس فإنه يحكم بما أنزل الله، لأنه السيد عز وجل الذي له السيادة على خلقه، وهو الصمد عز وجل. والصمد في اللغة بمعنى القصد، يقال صمد إلى كذا، يعني قصد، وصمد إليه قصده. والصمد هو السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. وقيل الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج سبحانه. والمصمد لغة في المصمد أي الذي لا جوف له. قال ابن كثير رحمه الله في الأقوال التي وردت عن السلف في تفسير الصمد، وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي صفات ربنا تعالى. وكذا قال قبله البغوي في تفسيره. يعني الصمد فسر بالسيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته سبحانه. وفسر الصمد الذي تقصده الخلائق في حوائجها وترغب إليه، وفسر كذلك الذي لا جوف له، وفسر كذلك الذي لا يأكل ولا يشرب، وفسر كذلك الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن كثير رحمه الله كل هذه الأقوال صحيحة. فهو صمد تقصده الخلائق في حوائجه، وهو صمد لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، وصمد أيضا سيد كمل في سؤدده، وصمد أيضا سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيها ولا مثيلا سبحانه وتعالى. يقول الصمد: المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم، فهو الصمد الذي تصمد إليه، أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسره،
وهو الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته سبحانه وتعالى، وهو الصمد كامل الصفات سبحانه. فإذا علم العبد أن ربه عز وجل كذلك سبحانه، فإنه يكون عبدا ذليلا لربه، منقادا خاضعا له معظما سبحانه وتعالى، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، ويحكم شرعه في كل قول أو فعل ونية وخطرة في أمر نفسه، وعند اختلاف أو منازعة فيكون إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقصد ربه عز وجل في حوائجه ويرغب إليه سبحانه، فإن الله يحب من عباده أن يدعوه، ولذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل الله عز وجل يغضب على عبده إذا لم يسأله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن أسمائه عز وجل القاهر القهار سبحانه. القاهر اسمه عز وجل ورد في القرآن مرتين، واسمه تعالى القهار ورد في القرآن 6 مرات. قال عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون، يعني يوم القيامة لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. والقهر لغة بمعنى الغلبة، القهر لغة بمعنى الغلبة والأخذ من فوق، والقهار. قال الطبري رحمه الله: القهار المذلل المستعبد لخلقه سبحانه، المذلل المستعبد لخلقه عز وجل، العالي عليهم. وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، وهو القاهر فوق عباده سبحانه. ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: القاهر الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء سبحانه. وقال الزجاج: قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته سبحانه وتعالى، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. فإذا علم العبد ذلك ذل لربه واستكان، وأطاعه وتقرب إليه بمراضيه. فهو سبحانه الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا،
ولا خيرا ولا شرا، وقهره سبحانه مستلزم لحياته وعزته وقدرته، فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته واقتداره، إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. سبحانه وتعالى عز وجل، يعني أنه سبحانه وتعالى حي، وأنه عز وجل عزيز وقدير سبحانه وتعالى، لذلك سبحانه قهر خلقه عز وجل. فسبحان الله قهر خلقه كلهم بالموت. من هذا الذي لا يموت؟ ومن مات هل يستطيع أن يمنع نفسه من الموت؟ أو يستطيع أن يمنع حبيبه من الموت؟ أو أن يرد الروح إلى حبيبه؟ بل يدفنه بيده، يذهب به إلى قبر مفضع ويدفنه بيده فيه، لأنه ذليل. كل منا عبد ذليل، والعبد في اللغة مأخوذة من المعبد، الطريق المعبد، الطريق المذلل المسخر. فنحن عباد لله، يعني عبيد له، منقادون ذليلون له سبحانه. فينبغي أن يكون العبد كذلك، وذل العبد لربه هو عزه، ذل العبد لربه هو عزه. عندما تذل نفسك لله هذا هو كمال عزك، كمال عزك في أن تكون ذليلا عبدا لله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه، سبحان الله، من تواضع لربه ولعباده رفعه الله. ومن أسمائه عز وجل الجبار، وهذا ورد في القرآن مرة واحدة، قال عز وجل العزيز الجبار المتكبر سبحانه. والجبار لغة من الجبر بخلاف الكسر، فإذا جبر الرجل رجلا يعني أغناه من الفقر. والجبار من الرجال العظيم القوي، العظيم القوي الطويل. قال الله عز وجل عن قوم موسى لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين. فالجبار من الناس أي القوي والطويل العظيم. والجبار من الناس أيضا الذي يجبر الناس على مراده، نسأل الله العافية. الجبار من البشر يجبر الناس على مراده لا على مراد الله، يجبر الناس على مراده. والجبار من الناس الذي يقتل الناس دون أن يشعر بأي حرج، فهذا هو كفرعون عياذا بالله، كان جبارا في الأرض لدرجة أنه أمر بذبح من يولد من الذكور من أطفال بني إسرائيل. هذا إيه؟ جبار من الناس، ويجبر الناس على مراده عياذا بالله. وتجبر، تكبر، تجبر أيضا بمعنى تكبر. والجبار من أسمائه تعالى له ثلاثة معان،
فهو سبحانه الذي يجبر الضعيف. سبحانه يجبر الضعيف، وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر، ويعوض على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية. فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب، وإذا دعا الداعي فقال اللهم اجبرني، فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. هذا نوع، هذا معنى. المعنى الثاني أو بمعنى القهار، الجبار القهار، القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. والمعنى الثالث بمعنى العلي، العلي على كل شيء. فصار الجبار متضمنا لمعنى الرؤوف القهار العلي. وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص، المتكبر عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن ربه سبحانه وتعالى جبار، يجبر كسر المنكسرين، فإنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعو ويقول اللهم اجبرني. ولذلك جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا بين السجدتين. قال ابن الأثير في معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجبرني أي أغنني، اجبرني أغنني، وأصله من جبر الكسر، ومما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في سجود يثني على ربه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، الجبروت هذا مبالغة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أيوة نعم، كان يقول في ركوعي وسجودي سبحان ذي الجبروت والملكوت، ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذا أيضا فإنه يذل لربه ويخضع ويخافه سبحانه وتعالى عز وجل، ولا يقترب من الاتصاف بهذه الصفة. يعني هناك أسماء نقف منها موقف العبد الذليل، الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، هاي القهار، نقف منها موقف العبد الذليل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار، وفي رواية قصمته.
فهذا نقف منه موقف العبد الذليل، ونعوذ بالله من الكبر والمتكبرين، وأن يكون الإنسان فيه ذرة من هذه الصفة الذميمة. إنما هذه صفة رب العالمين سبحانه التي نثبتها له سبحانه وتعالى، ونقف منها موقف العبد الذليل. والله أعلم، نكتفي بهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.